السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مختبر مدرسة ابن رشد الثانوية للبنات. اليوم إن شاء الله سنجري تجربة بسيطة جدا بمكونين سهلين وبسيطين متواجدين في جميع المنازل وفي متناول الجميع. المكونين المستخدمين هما النشا والماء. عند إضافة النشا إلى الماء ماذا تتوقعون؟ هل سنحصل على نتيجة مبهرة وشيقة أم ستكون نتيجة عادية جدا؟ ماذا تتوقعين يا جنى؟ نتيجة عادية سائل أمر يومنا نتيجة عادية. دعونا نرى. سنضيف مقدار معين من النشا سنضيف إليه الماء ونقوم بالتقليب. طبعا عملية مزج النشا بالماء تستغرق بعض الوقت. نستمر بإضافة الماء والتقليب حتى الحصول على القوام المطلوب. ضوء أيديكم في هذا السائل. إنها نتيجة عادية جدا. انظروا إلي. إنها مادة صلبة. ما الذي حدث؟ لم أتوقع هذا. انظروا، عند وضع أيدينا ببطء في السائل فإنه يدخل، يكون في حالة سيولة، لكن عندما إذا قمنا بإدخال أنبوب اختبار والضغط عليه بقوة هل سينكسر هذا الأنبوب؟ لم ينكسر. ويبدو أن المادة صلبة جدا. ما الذي حدث؟ هل تستطيع إحداكن تقديم تفسيرا علميا لما حدث؟ عند وضع أيدينا ببطء في السائل فإنه يصبح سائل، أما عند بسرعة الضغط عليه بسرعة فإنه يصبح صلب. ممتازة يا يمنى. عند استنتجت يمنى أنه عند إدخال أيدينا ببطء في هذه السائل في هذه المادة يكون سائلا، لكن عندما نعرضه يتعامل أو يصبح كمادة صلبة، حتى أنه في بعض الأحيان إذا أخذنا كمية منه نستطيع تشكيل عجينة منه، لكن عندما نتركه يتحول إلى مادة سائلة. ما رأيكم بالنتيجة؟ جميلة. إنه نوع من الموائع، ليس سائلا وليس صلبا، نوع من الموائع اللانيوتينية ولا يخضع لقوانين نيوتن إطلاقا، لكن هذا السائل يؤثر عليه الضغط بشكل كبير فيغير من لزوجة السائل. فنلاحظ أنه إذا نظرنا إليه يبدو أنه سائل كما نلاحظ، لكن عند الضرب عليه وتعريضه إلى الضغط أو عند تعريضه إلى الضغط الشديد بالأيدي يمكن تشكيل عجينة منه، وعند تركه ينساب ويتحول إلى الحالة السائلة. التفسير العلمي لهذه الظاهرة: كلنا نعلم أن السوائل توجد مسافات بينية متوسطة بين جزيئاته، لذلك تقوم ذرات النشا الناعمة بالتغلغل بين جزيئات المادة السائلة فتقلل المسافات البينية بين جزيئات الماء، وكلما ضغطنا أكثر على هذه المادة وعرضناها لضغط أعلى كلما قللنا المسافات البينية فزادت لزوجتها إلى درجة عالية أي ممانعتها للحركة وأصبحت تتصرف كمادة صلبة. أما عندما يكون هذا الأوبليك في حالة سكون فإنه يتصرف كمادة سائلة، وذلك بسبب وبفعل أيضا قوة التوتر السطحي العالية للماء التي تقوم بذرات النشا وتحويلها كوسادة سائلة وتسمح لها بالتحرك بحرية كبيرة. اللعب مع الأوبليك ليس متعة فحسب، بل إنه هدفا علميا تربويا رائعا وشيقا لتحفيز الطلبة في مادة العلوم، وذلك لأن مادة العلوم تعتبر من المواد الصعبة التي لا يحبها الطلبة، فهذه الأمثلة تجعل الطلبة يحبون مادة العلوم ويقبلون عليها.